زين حازم، شو حبيبي؟ قلي شو صار معك؟ ما صار شيء. شو بده يصير معي؟ بس كتر خيره النقيب ماجد، لولا كنا عايشين متاهة والله. يعني ما لك انت رحلت لك خبر؟ ما لي، لانه هو ما قدر يعمل اذاعه بحث. لو قدر يعمل اذاعه بحث كنا وصلنا لنتيجه، بس هلا هو عم يشتغل بعلاقاته الخاصه، يعني مجهود شخصي، يعني ممكن يتصل بعد ساعه ممكن ما يتصل. يعني هلا الوقت مانه مناسب، بس لا تزعل مني حازم، يعني كمان انت بتتحمل جزء كبير من المسؤوليه. اخي مشان الله لا تزيد علي، عن جد مو ناقصك. طيب اخي، طيب كله خير، ان شاء الله بكره بترجع نايا والامور كلها بتتحسن ان شاء الله. انا اذنك.